عاجل وحصل يا جماعة، السيسي أكبر حسن نفعه، الدكتور حسن نفعه، إن هو يقفل الحساب بتاعه على التويتر، قفل خلاص. وطبعا كتب التويتة العظيمة ديت، تعالوا نقراها مع بعض. أعتذر للمتابعين لهذه الصفحة وأعبر عن أسفي لاضطراري إلى غلقها لأجل غير مسمى، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتي، كما أعبر عن امتناني لكل من تحمل مشقة متابعتي. والله يا دكتور حسن، طبعا يعني يؤسفنا ان ده يحصل لك، وخاصة ان انت بقيت اليومين الاخرى دول بقيت تقول كلام حق من غير ما تخبط في حد، بس للأسف البلد دي ما ينفعش فيها حتى كلمة الحق، يا تطبل وتعرض يا اما بلاش. فطبعا عارفين بقى ايه الاسباب اللي خارجة عن ارادتك، فما تقلقش يعني الناس عذراك، بس كان نفسنا يعني تستأسد كده وتطلع دكر وتتكلم وتقول. بس انا من هنا اقول لك حاجة واحدة بس، يعني هما طلعوا لك يا منسي، سلام.